السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في شركة المختار. عرضه لمدة يومين، يوم السبت 3/7 ويوم لحد 4/7. العباية اللي بيسموها عباية نانس عجرم، العباية بتاعت نانس عجرم زي ما انتم شايفين تفاصيلها، في منها حاجتين، في منها بحوض وفي منها بالياقة. في شنطة بسيطة زي دي، في شنطة حلوة بعلاقة، سعر العباية 25 جنيه، وهجيب لكم العباية هي ومفتوحة، هي ولابسها فتحية عشان تعرفوا تتفرجوا على العباية. العباية زي ما حضراتكم شايفين العباية حلوة وشيك، بس المشكلة ان العباية دي خفيفة، فمثلا البنات ما ينفعش تلبسها في بيوتها. لا دي تلبسها ازاي؟ لو واحدة هتتجوز تلبسها وتشوف حبل غسيل، ولا تشوف لها حزام رأس كده وتركبه في الجنب وترقص بيها. عباية تفاصيلها حلوة، شكلها حلو، بس هي قماشتها خفيفة، القماشة خفيفة، في منها حاجة بالحوض وفي منها بالياقة. وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.